مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل وفقرة جديدة مميزة جدا من فقرات الطبيب. حلقات فاتت اتكلمنا عن مشاكل تأخر الإنجاب. في مشاكل بتكون بسبب عن المبيضين. في حاجة اسمها تكيس المبايض. في الكلام ده بيصيب متزوجين جدد وكمان بيصيب بنات لسه ما اتجوزوش. هنتكلم أكتر عن الأسباب وهنتكلم كمان عن طرق العلاج، ولكن خلونا نرحب بضيف اللي منورنا النهارده اللي هيكلمنا في كل الكلام ده، الأستاذ الدكتور أحمد عوض الله استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب ومستشفى دار الطب وعضو الجمعية البريطانية بلندن. أهلا بيك يا دكتور منورنا. أهلا بحضرتك. كتير يا دكتور بنسمع عن بنات صغيرة عندهم إصابة بتكيس المبايض، وفي كمان المتزوجين الجدد بيبقى عندهم مشاكل في المبيض، ولكن في البدايه قبل ما نتكلم في المشاكل او الاسباب خلينا نعرف دور المبيضين ايه في الانجاب. هو بص حضرتك، هو طبعا يعني اي بنت بتيجي عند وقت معين مرحله عمريه معينه المفترض انها بتنزل عليها بيريد، بينزل عليها دوره. لو افترضنا ان اتاخرت الدوره بيبدا الاهل يقلقوا. لو افترضنا ان هي نزلت واتقطعت شوية وبعدين نزلت وبعدين اتقطعت شوية وبعدين نزلت بيبدأ يقلق الأهل طبعا. لو هي اوريدي قبل لما تنزل عليها دورة في يوم من الأيام اشتكت من حاجة معينة، زي مثلا شعر زيادة في جسمها، زي بدانة، زي وجع في الحوض، بتروح فين؟ تروح لدكتور الأطفال. يقوم دكتور الأطفال بعتها لي دكتور أمراض النساء، أنا باخد إيه؟ مراحل عمريه مختلفه. دكتور امراض النساء في العادي بيعمل ايه؟ بيعمل موجات صوتيه. دي لم تتزوج او تزوجت، لو ما كانتش تزوجت فبيعمل ايه؟ فبيعمل لها سونار بطن، سونار من البطن. لو تزوجت يبقى السونار مهبلي. طيب ايه اللي انا هشوفه؟ هشوف المبيض. اللي هو ايه على المبيض ده؟ اللي هو عباره عن في حاجه اسمها مبيض شمال ومبيض يمين. اللي هو عباره عن ايه؟ نسيج. النسيج ده فايدته ايه في جسم الست؟ بيفرز هرمون اسمه الاستروجين، وبيفرز هرمون وقتيا اسمه البروجستيرون. ده اللي هم ايه؟ هرمونات الى حد ما لها علاقه بالانوثه. طيب الاستروجين ده فايدته ايه؟ الاستروجين ده بيروح عشان يتخن او يغذي بطانه الرحم. انا بتكلم بقى على الجزء دلوقتي اللي يخص الحمل. الاستروجين فايدته ايه؟ ان هو بيروح عشان يغذي بطانة الرحم. هيغذي بطانة الرحم عشان يحصل ايه؟ عشان يبقى فيه بطانة رحم مهيئة ما قبل وصول جنين من قناة فالوب الى بطانة الرحم. والمبيض ده نفسه بعد لما هرمون الاستروجين يوصل لليفل معين او درجة معينة او نقطة معينة من الارتفاع يحل هرمون الاستروجين بهرمون اسمه الايه؟ البروجستيرون. هرمون البروجستيرون ده هيحصل منه ايه؟ هيبدا هو اللي ياخد الابر هاند، هيسلم الرايه، هيستلم الرايه من هرمون الاستروجين عشان يهيئ بطانه الرحم الى الانغماس بتاع الجنين وما بعد انغماس الجنين. ويفضل هرمون البروجستيرون لفتره معينه بياتي من المبيض لحد لما يبقى فيه جنين اتكون وجنين انغمس، يبدا الخلايا بتاعت الجنين والمشيمه والحواديد دي هي اللي تطلع هرمون البروجستيرون. طيب يعني ايه اضطراب الدوره؟ او يعني ايه خلل في كفاءه المبيض؟ او يعني ايه اضطراب وظائف المبيض؟ انا بكلم حضرتك دلوقتي وحضرتك كل لما اجي اكلمك تقولي لي ايه؟ ايه؟ حاجه من الاثنين، يا انا صوتي واطي، يا انا بفكر في حاجه ثانيه. لا، يا انت عندك مشكله في ودانك. المشكله اللي في ودانك دي حاجه من الاثنين، يا ان حضرتك عندك واكس يعني شويه سم يعني اللي هو شمع في ودانك، يا ان طبله ودانك مخرومه، يا ان انت عندك مشكله في السمع. السمع عامه خلينا ناخدهم حبه، انا بحاول ابسط الامور للناس. صوتي واطي يعني الغده النخاميه الاشاره اللي بتبعتها للمبيض هي اشاره بصوت واطي، يعني الهرمون اللي المفروض يطلع من الغده النخاميه عشان يروح للمبيض يقول لي المبيض يلا يا مبيض اشتغل وطلع لنا البيضه اللي انت المفروض بتطلعها الشهر دون، هي اشاره بس ضعيفه. في مشكله كده في المبيض؟ لا، المشكله فين؟ في الصوت اللي بيحاول يسمع المبيض انه في حاجه اسمها بويضه المفروض تطلع الشهر ده. تمام. ده اللي اسمه هايبوجونادوتروبيك هايبوجوناديزم، وعلى فكره دي مش مجموعه كبيره من السيدات. طيب انا بتكلم وصوتي كويس،
وحضرتك مش سامعاني كويس، حاجه من الاثنين، يا مشكله في طبله الودن وما بعد طبله الودن، يا مشكله في المجرى. المجرى ده اعتبر ان هو تكيسات المبيد اللي هو الاشهر على الاطلاق، اللي هو الشاي يعني. يبقى احنا النهارده اشهر حاجه ما تسمعنيش او ما تسمعكيش صوتي او صوتك ايه، ان يبقى فيه شويه واكس شمع فين على الأصل. مش هنروح ونجري ونقول اصل طبله ودانا اتخرمت، هو الطبيعي انها تبقى حاجه ابسط. وعشان كده تكيسات المبيد دي بسيطه جدا. ليه بسيطه دكتور؟ لانه في الاخر هي سيده بتحتاج بعض المنشطات. هي المشكله او اللي احنا بنكبر او اللي احنا بنعقد بيه تكيسات المبيد، هحكيه لك بعد لما اقول ايه الحاجه الثالثه. انه غير تكيسات المبيد يبقى احنا عندنا في ستات بيحتاجوا ادويه لتنشيط المبيد عشان عندهم ما يسمى ايه؟ تكيسات مبيض. لا، طبله الودن مخرومه. يعني انا بتكلم كويس وانت عندك مجرى السمع كويس، ولكن في مشكله في الاذن الوسطى او في طبله الودن، مصيبه. اللي هو ايه؟ ان المبيض بيبقى النسيج بتاعه في نوع من انواع الضعف. انا تاني برضو هقولها ببساطه، في نوع من انواع الضعف يخليني انا مش سامع حضرتك، رغم ان انت او انت مش سامعاني، رغم ان انت ها كل ما هو موجود غير طبله الودن سليم جدا، وانا صوتي الليفل بتاعه اي حد واضح. قاعد هنا هو ممكن يسمعني. صوتك واضح. طيب ده اسمه ايه؟ ده اللي اسمه البريماتيور اوفيرين فيلير، او انه يبقى في كسل او خمول في وظيفه المبيض شخصيا. ده بيبقى بسبب وظيفه المبيض دي طبيعه. طبيعي. عاده بتبقى طبيعي، يعني المبيض ده اتخلق كده، زي ما في واحد طويل، في واحد قصير، في واحد بيصلع، في واحد شعره بيبيض بدري، في واحد ايديه بعد شويه بتبقى ضعيفه. في ستات المبيض، ولا ده ملوش دعوه بالسن. ده ممكن تبقى بنوته سنها 15 سنه والمبيض بتاعها مش شغال، وممكن تبقى واحد ست سنها 45 سنه والمبيض بتاعها ما شاء الله رهيب. طيب التكيسات المبيض، تكيسات المبيض دي يعني في حاجه معينه في الاشاره بيني وبينك. الاشاره يعني ايه؟ يعني انت المبيض وانا الغده النخاميه، انت المبيض وانا الغده النخاميه، وانا سليم تماما وانت سليمه تماما، بس الاشاره اللي بتيجي منك ليا انا في المخ هي اشاره خاطئه. ليه؟ زنانه. يعني ايه زنانه؟ يعني انت طول الوقت قاعده تعملي زز، فلا انا عارفه اركز ولا انت عارفه تتكلمي. الكلام عندك يعني التبويض، والتركيز عندي يعني اطلع لك كلمة تفهميها فتكتبيها. بمعنى ممكن تبقى الغدة النخامية بتسمع زن من المبيض. الزن ده ليه؟ عامل بالظبط زي لما تقفي جنب منحل. خلاص؟ والمنحل ده فيه نحل كتير. بتسمعي صح كده؟ المبيض بيعمل نفس الحاجة، قاعد بيزن، والزنة دي اللي هو الهرمون اللي اسمه الاستروجين. فبدل ما الزنة دي تروح هنا في أوقات معينة، الزنة دي مستمرة. والزنه المستمره دي مخليه المبيض ما بيدخلش في المرحله اللي هي بتاعت انه يعمل بيضه، وبعدين البيضه تطلع، وبعدين هرمون الاستروجين يبدا يحل محله، فتنزل دوره، فيبدا يبقى فيه استروجين تاني، ففي تبويض تاني. طول الوقت الاستروجين اعلى سنه من الطبيعي. وعشان كده دول معرضين لامراض القلب، ومعرضين للمشاكل اللي ممكن تصيب العظم لما يكبروا في يوم من الايام. وعشان كده دايما الستات دول يتقال لهم خليكم ماشيين على كالسيوم، خليكم ماشيين على ادويه السكر. هم عندهم ايه؟ تكيسات المبيض. تكيسات المبيض. خدوا اسبرين اطفال عشان ما يحصلكوش مشاكل في القلب في يوم من الايام، لان هم معرضين اكتر لمشاكل القلب. تمام. هل المبيض بايظ؟ لا خالص، المبيض زنان. ما هو المبيض الزنان ده مش معناه انه بايظ. فالزنان ده قاعد بيبعت اشاره خاطئه للمخ، والاشاره دي مخليه المخ مش عارف يتفاعل معاه بطريقه صح. عارفه زي اللي يقف في موقف مرور كده ويقعد يتخانق، بيتخانق على ايه ما نعرفش، بس هو بيتخانق، والخناقه بتاعته دي هتديه بيه ولا حاجه، لما يتعب يمشي. انما هو مش فعال، يعني هو مش ناوي يعمل حاجه فعاله، بس هو مش مجنون وهو مش هيعمل جريمه. فالمبيض ده قاعد طول الوقت بيعمل ايه؟ بيتعامل مع على هذا الاساس. هنا انت بتزن ليه؟ انا مش عارف اركز. فهنا مش قادر يبعت له الاشاره الصح اللي تقول له يلا طلع البيضه بتاعت الشهر. عشان كده الستات دول بيحتاجوا ادويه لتنشيط المبيض. والادويه بتاعت تنشيط المبيض دي الغلطه بقى، ده المهم في الحلقه كلها.
الستات اللي عندهم تكيسات على المبيض، الكلام ده انا قلته بقالي اكتر من 5 6 سنين، هم 4 مجموعات. اولا فوق ال 25% من الستات اللي بيتمشوا في الشارع عندهم تكيسات على المبيض. نعالجها ازاي بقى؟ مفيش حاجه اسمها تكيسات في مبيض ومبيض، انا بتكلم على تكيسات المبيض اللي هو البوليسيستيك اوفيريان ديزيز. وتكيسات المبيض هي طبيعه مبيض، وطبيعه مبيض يعني ده مش هيتغير. المره الجايه انت مش هيجي لونك لون ايدي، ومش هيبقى عينيكي لونها لون عينيا، يعني مش هيتعالج ده، طبيعه هذا المبيض. احنا كل اللي بنعمله ايه؟ يا بننظم دوره عشان تبقى دايما الدوره منتظمه، يا بندي منشط بطريقه معينه عشان يبقى فيه تبويض بس. انما حاجه تانية ما تفرقش. وعشان كده خلينا بس نرجع تاني، هم 4 مجموعات و25% من الستات اللي بيتمشوا في الشارع عندهم حاجه اسمها تكيسات على المبيض. وتكيسات المبيض دي حاجه من الاربعه. واحده ست بتتمشى لا ليها ولا عليها وعندها عيال، راحت في يوم ما لسبب ما طلع لها شعرتين كده في حوالين بقها، فراحت تعمل سونار فقالوا لها عندك تكيسات على المبيض. تكيسات على المبيض انا عندي عيال، يبقى ده معناه ان في ستات عندهم تكيسات على المبيض بس بيحملوا لوحده. ادي مجموعه. المجموعه الثانيه عندهم تكيسات على المبيض بس الخناقه اتفضت بسرعه. يعني ايه الخناقه اتفضت بسرعه يا دكتور؟ يعني انا وحضرتك واقفين في الموقف، واحد جه زنان قعد يجعجع دقيقه دقيقتين وخد بعضه ومشي بس كده، شكرا. اللي هو يعني ايه؟ يعني انا اديت ادويه بتنشيط على خفيف خالص الموضوع والمبيض اشتغل. والغلطه هقولها لك بعدين لانها بتتكرر في ده وده. والثالثه انه لا، الخناقه مدت شويه بس الناس سابته لحاله، وبعدين بعد شويه هو لما تعب قام واخد بعضه وماشي. يعني ايه؟ يعني انا اضطريت ان انا اعلى بالمنشطات بتاعتي او بجرعه المنشط. بس ده غلط. حبه حبه. والرابعه انا بدي تنشيط وعلم في المتبلم يصبح ايه؟ نايم ناسي زي ما يكون. يعني انا قاعد بدي في ادويه لتنشيط المبيض والمبيض ده ما بيشتغلش معايا. وعلى فكره دي ملهاش دعوه، الاربعه مالهمش دعوه بتخينه ورفيعه. لان في مدرسه بتقول لك الست التخينه ترفع، ده حقيقي. الست التخينه ترفع، طب ولو مش عارفه تخس؟ هرجع ابص على الملف، هو لما باخد ادويه تنشيط المبيض بيطلع بيض ولا ما بيطلعش بيض؟ لو بيطلع بيض يبقى الخسان ملوش لازمه. يبقى الخسسان ملوش لازمه. لو بدي ادويه تنشيط والست تخينه نسبيا وانا المبيض بيتفاعل مع المنشطات، الخسسان مش هيفرق. الخسسان هيفرق معايا في حاجه واحده بس في الستات دول، ان ابقى انا خايف من مستقبل استمراريه الحمل، ان الستات دول بيبقوا محتاجين ان هم يكونوا خسوا قبل لما يحملوا عشان ما يحصل لهمش مضاعفات اثناء الحمل. بس حتى لو خست الست دي، ما هو المبيض بتاعها شغال والمبيض بتاعها بيستجيب والمبيض بتاعها ماشي كويس. ما الخوف من هنا في ايه بقى؟ استمراريه الحمل. بيبقى في مشكله على الحمل. بالظبط. طيب المجموعه نمره 2 و3، الغلطه في ايه؟ انه مفيش نقطه نهايه للبدايه. يعني حضرتك لما بنقعد هنا قبل لما بخلص بتعملي لي كده. يعني احنا هنخلص يا دكتور، بطل زن. صح؟ نفس الكلام بالنسبه لتنشيط المبيض. تنشيط المبيض ده في يوم من الايام لازم نوقف. نوقف ليه؟ مش عشان ده مضر، مش مضر خالص. لانه استمراريه تنشيط المبيض في الستات اللي عندهم تكيسات على المبيض وعندهم اضطراب في الدوره، وانا بنظم لهم الدوره وبنشط لهم المبيض عشان يطلع بويضات، والدكتور بيقول لها مبروك روح يحصل جماع بينك وبين جوزك، وشهر في التاني في التالت في السادس في العاشر في سنه ما بتحملش، لما هتحمل هتحمل صدفه بعد كده. فما بقالوش لازمه الاستمرار في تنشيط المبيض، بقى له لازمه ان انا اغير الفكره اللي انا كنت عاملها في التنشيط، لان نهايه التنشيط حاجه من الثلاثه ما لهمش رابع. يا جماع بين الرجل والمراه، خلاص في تبويض، انا اديت منشط وفي تبويض. الجماع بين الرجل والمراه، او ان انا اخد الحيوانات المنويه بتاعت الراجل اغسلهم وارجعهم في الرحم بتاع الست، او ان انا اطلع البويضات والحيوانات المنويه قبل بعض بره الجسم، اللي هو حقن مجهري واطفال انابيب. يبقى هنا في المجموعه نمره 2 و3، طبعا المجموعه نمره 1 و2 و3 دول مش محتاجين مناظير. والمنظار هو تشخيصي. والمنظار لن يكون مفيد. والمنظار لن يرفع من نسب الحمل في هؤلاء السيدات، لان هم اوريدي واحده مش محتاجه منشط، واحده بتاخد منشطات بجرعات قد كده، واحده قليله يعني، واحده بتاخد منشطات بجرعات معتدله او متوسطه وبتطلع بويضات. احنا لو غرب حمارنا وفشلنا في ان المبيض ده يتجاوب مع المنشط، نروح نعمل منظار.
اللي هو المجموعه نمره 4. انما لو احنا النهارده ادينا ادويه لتنشيط المبيض شهر واثنين وثلاثه و10 وسنه وسنتين، والست دي وصلت عند مرحله التنشيط بتاعها مش مخليها تحمل، ستوب وفكر في حاجه تانية. والحاجتين التانيين هما واضحين، يا تسيب نفسها حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، او انها تنشط المبيض عشان يتعمل تلقيح صناعي، او انها تنشط المبيض عشان يتعمل حاجه اسمها حقن مجهري. تمام. وانا لست بداعي، يعني انا مش من الناس اللي هم انصار ان اي واحده ست عندها تكيسات على المبيض تروح تاخد ادويه تنشيط عمال على بطال، وانا مانيش من الناس اللي بتدعو الى ان الست اللي عندها تكيسات على المبيض تروح تعمل حقن مجهري من الاول. انا من الناس اللي بتدعو الى انه يبقى في اعتدال في المده اللي هيتاخد فيها منشطات، جرعه المنشط وتكلفته والصوره الحقيقيه امام الرجل والمراه لنسبه الحمل. وانا دلوقتي انا بعترك الالم ده، والالم ده عجبك، جميل يا احمد، جميل، قمتي واخده الالم، وقبل لما تحاسبي عليه رحتي وقفتي عند شلف، عند رف، عشان تشوفي الخرطوش بتاعه او الكارتريدج بتاعه من جوه ثمنه كام لما يفضل قلم، صح ولا غلط؟ لقيتي القلم ثمنه 10 جنيه والخرطوش ثمنه 8 جنيه. ده احسن ولا اشتري قلم من ربع جنيه؟ ها؟ وابقى لونها احط عليها فيونكه ويبقى عندي 20 قلم 30 قلم. مين الاوفر؟ اللي عليهم فيونكات. نفس الكلام بالنسبه لتنشيط المبيض. انا هحط للمبيض فيونكه كل شهر، الفيونكه دي هتكلفني قد ايه؟ وبناء عليه، طب والفيونكه دي هتخلي الحيوان المنوي لما يجي يعاكس البيضه هتبقى نسبه الحمل قد ايه؟ يعني هتلقط مع الحيوان المنوي بنسبه قد ايه؟ انما مش مجرد ان انا نشط المبيض وفي تنشيط المبيض ابقى فرحان ان انا بقول للست مبروك انت عندك تبويض، ماشي مبروك شهر واثنين وسته وسنه، طب ولو ما حملتش؟ ستوب، وعاكس المبيض بطريقه تانية. فهمت عليك قصدي؟ يبقى تكلفه الاجراء، نسبه حدوث الحمل من الاجراء، والتكلفه يعني جرعه الدواء، عدد الشهور اللي انا نشطت فيها المبيض سابقا، والاجراء كان ينتهي بايه، هم دول اللي يقولوا لي مستقبلا اعمل ايه. مش عشان انا قاعده قدام احمد واحمد بيسحب بيض ويزرع عجنه يبقى الست لازم تسحب بيض وتزرع عجنه، لا خالص. وفي ستات احنا بنديهم ادويه بجرعات قليله جدا لان المبيض ده في منتهى الخطوره تنشيطه، وفي ستات احنا بنوقف ونقول لهم اجروا امشوا ما تجوش هنا تاني، وروحوا اقعدوا في بيتكم شهر واثنين وثلاثه وسته وسنه لحد لما تخسي، وحد لما تعملي منظار، ولحد لما تعملي تسقيم، لانه المبيض بتاعك ده لو ادينا له ادويه بعشرات الالاف ممكن ما يطلعش بيض. ولكن في النهايه تكيسات المبيض الست اللي بتطلع بويضات وعندها تبويض جيد، والتبويض ده هو لم يسفر عن حدوث حمل مبدئيا قبل لما يتعمل تنشيط لاي واحده ست عندها تكيسات على المبيض، لازم تتاكدي ان قناه فالوب سليمه، وتتاكدي ان الحيوانات المنويه كويسه، والا نبقى حراميه او جهله. وبعدين لما ندي ادويه تنشيط نبقى عارفين كويس قوي احنا هنديها من امتى لامتى. يعني انا ممكن اعمل تنشيط للمبيض لسيده في 4 سنين، بس ابقى عارف ان السنه دي انا مش هعمل لها تنشيط شهرين، هي مش عايزه غير كده، والسنه الجايه شهرين، والسنه اللي بعدها شهرين، بس ابقى عارف امتى انتهي. يعني ابقى عارف نقطة امتى ونقطه نهايه. الست اللي مش هيحصل عندها حمل، ودي اخر حاجه، الست اللي مش هيحصل عندها حمل عندها تكيسات على المبيض، خدت ادويه لتنشيط المبيض والدكاتره قالوا لها في تبويض، هم حاجه من الثلاثه ما لهمش رابع. يا ان الحيوان المنوي مش عارف يدخل جوه البيضه جوه قناه فالوب، لانه في بعض الستات اللي عندهم تكيسات على المبيض بيبقى عندهم الغشاء الخارجي بتاع البويضه سميك، فقدره الحيوان المنوي في اختراق البويضه صعبه. يا ان الست دي عندها مشكله في الجسم المناعي بتاعها، يعني الجسم في جنين، الجنين ده موجود داخل قناه فالوب ولكن غير قادر على، او حاجه ثالثه بقى خالص اللي هم زي ايه، يقول لك جوده البيضه، الانبوبه البيضة لما بتتخصب بتتكعبل جواها، دي الاسباب اللي هي الحاجات اللي ايه الاكسنتريك، انما هم اشهرهم يا حاجه في الجسم المناعي بتاع المراه في قدره الجنين على الالتصاق على بطانه الرحم، او عدم قدره الحيوان المنوي على اختراق البويضه. بشكر حضرتك جدا يا دكتور احمد، النهارده اتكلمنا عن مشاكل المبيض المختلفه، واتكلمنا عن تكيس المبايض، واتكلمنا
يعني ايه دور المبيضين في الانجاب؟ وزي ما شفتوا ضيف النهارده ليه ثقافه خاصه، ان كل سيده بيبقى ليها بروتوكول معين في العلاج، ولكن اهم حاجه معرفه السبب. كان منورنا النهارده من داخل الاستوديو الاستاذ الدكتور احمد عوض الله استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب بمستشفى دار الطب وعضو الجمعيه البريطانيه بلندن. بشكر حضرتك مره ثانيه دكتور. مشاهدينا فقرتنا انتهت، ولكن حلقتنا لسه مكمله. فاصل صغير وهنرجع لكم، استنونا.